اهلا بيكم. النهارده هنعمل انبوكسنج سريع للوحه ايسوس ماكسيمس 9 فورمولا من فئه ار او جي ريبوبليك اوف جيمرز بشريحه زد 270 الجديده اللي اطلقتها شركه انتل من معالجات الجيل السابع كابي ليك، واللي هتشتغل برضو مع معالجات الجيل السادس سكاي ليك. هنشوف العلبه الخارجيه باللون الاحمر المميز لفئه ار او جي من قدام. هنشوف الموديل اللوحه مع الايقونات الرئيسيه التعريفيه زي شريحه زد 270 ودعم معالجات انتل الجيل السابع وايقونات الاس لايو كروس فاير اللي بتخليك تركب اكتر من كارت شاشه سواء انفيديا او ام دي في نفس الوقت، وخاصيه الاورا سينك اللي بتقدر تخليك تعمل سينك لاضاءه اللوحه مع باقي قطع الهاردوير من شركه ايسوس زي كارت الشاشه والكيبورد مثلا. واخيرا هنلاقي العلامه التجاريه من شركه ايكي، وده خاص بالتبريد المائي كروس شيل 2 لوحده تنظيم الطاقه في ار ام للوحه زي ما هنشوف. في الجهه الخلفيه هنلاقي كالعاده اهم الخصائص الخاصه باللوحه زي لوحه التبريد المائي كروس شيل 2. كمان اللوحه بتيجي بالايو شيلد، بيجي بري انستولد مع اللوحه لزياده حمايه المداخل والمخارج الخلفيه الخاصه باللوحه، وبطاقه الوايرلس، واخيرا شريحه الصوت بالكود الجديد سوبريم اف اكس اس 1220. وجنبيهم هنلاقي بقيه المواصفات الخاصه باللوحه مع اوفر فيو اللوحه نفسها والاضاءات الخاصه بيها. هنفتح العلبه ونشوف الملحقات اللي بتيجي معاها. هنلاقي اول حاجه اليوزر جايد، وبعديه الكاب هولدر اللي عليه علامه ار او جي ريبوبليك اوف جيمرز. كده هنلاقي الكيبل ليبلز بالوان مختلفه، وبيجي مع اللوحه برده فاوتشر 20% من موقع كيبل مود، وفي الاخر اسطوانات التعريفات. بعد كده في علبه بتيجي مع اللوحه، هنفتحها هنلاقي كيبل الهاي باندوز اس لاي بريدج الخاص بكود شركه انفيديا اللي بيديك هاي باندوز عالي ما بين الكارتين. هنلاقي في 6 كابلات هاردات من نوع ساتا جايين مع اللوحه عشان تقدر توصل عليهم الهاردات الخاصه بيك. بعد كده كيبل الار جي بي اكستنشن. بعد كده هنلاقي السي بي يو انستليشن تول، ودي هتخليك تقدر تركب المعالج على السوكت بسهوله. واخيرا الاستيكرز الخاصه باللوحه عشان تقدر تلزقها على الكيسه بتاعتك او الشاشه زي ما تحب. بعد ما خلصنا الملحقات قدامنا اللوحه بالمقاس اي تي اكس والدرع ار او جي ارمور باللون الاسود المعدني بتصميم جديد وجذاب، والوحده التبريد المائي كروس شيل 2 ووحده تنظيم الطاقه في ار ام، وهنلاقي كمان درع الحمايه الايو شيلد، وبيكون مضيء مع مشاتة الشريحه زد 270 وسوكت البي سي اي اكسبرس. هنيجي هنا لسوكت ال جي اي 1151 اللي بيسبورت معالجات الجيل السابع والسادس شركه انتل، وجنبيه اربع مداخل رامات بتدعم تشغيل لغايه 64 جيجا بايت رام مع تردد بيوصل لغايه 4000 ميجا هرتز. جنبيها هنشوف شاشه اكواد الاخطاء وتحتيه ازرار الفتح والقفل ومنفذ الامامي الجديد يو اس بي 3.1 وكمان المنفذ المعتاد يو اس بي 3. بعد كده هنلاقي 6 مخارج هاردات ساتا وجنبيهم الووتر كولينج زون اللي بتيجي بالاضافه لمخارج المراوح الفان هيدرز المتوزعين على اللوحه طبعا بالشكل المتناسق. وهنلاقي اللوحه بتيجي بسنسورز لحراره سائل التبريد قبل وبعد بلوك، كمان في سنسور لحراره سائل التبريد، وده بيغنيك طبعا عن انت تشتري وحده مراقبه خارجيه لنظام التبريد المائي الخاص بيك، فطبعا بيوفر عليك فلوس. من الاسفل هنشوف باقي المنافذ المعتاده من يو اس بي، منافذ المراوح وازرار خاصه بكسر السرعه زي سيف بوت. فوقيها هنشوف مشتت الشريحه لزد 270 وجنبيه منفذين الهاردات ام 2 اللي هم الام 2 اس اس دي. الهارد الاول بيجي بواجهه توصيل بيسا اكسبريس وساتا، والهارد الثاني بيجي بواجهه توصيل بيسا اكسبريس بس. اما بالنسبه لسوكت البيسا اكسبريس هنلاقي السوكتين متوصلين بالمعالج مصفحين وعليهم درع حمايه سيف سلوت، واللي تقدر تركب عليهم كروت تقيده الوزن نوعا ما، فطبعا بيديك ميزه انت تركب تقول كروت تقيله على السوكت البيسا اكسبريس بيديك حمايه ليه. جنبيها هنشوف منطقه كارت الصوت المعزوله عن باقي دوائر اللوحه بالكود الجديد سوبريم اف اكس اس 1220 مع باقي المكونات والكباسترز اليابانيه عشان تديك معدل اس ان ار اعلى الخارج وداخل الصوت مع تطبيقات السونيك رادار 3 والسونيك ستوديو 3 عشان تحسن من التجربه الصوتيه مع كل الالعاب عموما. لو بصينا على المخارج الخلفيه هنلاقي مخارج انتنا بتاعت كارت الوايرلس، وفيها زرار كلير سي ام او اس عشان تقدر ترجع الاعدادات الافتراضيه للبايس اللي هي الديفولت سيتنجز، وجنبيهم هنلاقي ازرار ازرار البايس فلاش باك عشان تعرف تنزل البايس من غير ما تفتح اللوحه نفسها او تكون مركب اصلا بروسيسور عليها. تحتيهم هنلاقي مخارج العرض او مخارج الشاشه اللي هو الديسبلاي بورت والاتش دي ام اي. بعديها هنشوف اربع منافذ يو اس بي 2
وتحتيهم اربع منافذ يو اس بي 3، وبعدين هنلاقي مخارج اليو اس بي 3.1 واليو اس بي تايب سي وتايب اي، وبعديهم منفذ النتورك او الشبكه، واخيرا المنافذ الصوتيه. هشوف هنا لو لفينا اللوحه من الظهر هنلاقي فول بورد باك بليد، هتلاقي اللوحه متغطيه كلها بباك بليد، وطبعا ميزه ممتازه جدا للوحه عشان تحافظ على درجه حراره اللوحه، وكمان بتزود من صلابه اللوحه نفسها. وده كان انبوكسنج سريع للوحه يا جماعه، هتلاقوا في الديسكربشن لينك لمراجعه كامله للوحه مع معالجات الجيل السابع i7-7700K واي5-7600K. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه عرب هاردوير وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم.